عليكم، وجمعة مباركة ومقبولة إن شاء الله. واليوم حبيت نتكلم على واحد الموضوع مهم جدا، وهو موضوع إعادة إحياء السد الأخضر في الجزائر، حيث أنه تقرر خلق هيئة خاصة بتسيير هذا الموضوع وإعادة إحياء عملية بتاع التشجير لغبوازمون، وفي إطار مهيكل، وكذلك ب مساعدة من طرف دول أوروبية ومنظمات عالمية، لأن قضية البيئة هي قضية ترانسناسيونال تتعدى الحدود وتعني الدول المجاورة كأوروبا، لأن عملية التصحر قد تأتي على بعض المناطق في جنوب أوروبا. إذن تقرر إنشاء صندوق أو ميزانية 128 مليون دولار مخصصة لتطوير الحزام الأمني، هذا الحزام الأخضر، وفيه دراسات موازية مع عملية التشجير، فيه دراسات موازية فيما يخص بنوعية النباتات التي تتأقلم مع المناخ المتواجد في المنطقة هذه الشبه صحراوية، يعني اللي هنا اللي نشاهدها بالأخضر. إذن هذه الدول، يعني الميزانية اللي وضعت في إطار إعادة إحياء السد الأخضر، متكونة من 128 مليون دولار، فيها يعني تمويل ثلاثي، تمويل هذا فيه 43 مليون دولار ممولة من طرف لو فون فير دي كليما دي ناسيون زيني، إذن 43 مليون دولار مقدمة من طرف هيئة الأمم المتحدة للبيئة، وفيه كذلك 29 مليون دولار مقدمة من طرف منظمة الفاو، هي المنظمة العالمية للتغذية، وتبقى 56 مليون دولار تمويل من طرف الجزائر، الدولة التي مهتمة في الأول بهذا الموضوع. إذن هذا المشروع، هذا هو في الحقيقة مشاريع الكبرى الذي نتاع الرئيس الراحل هواري بن مدين، وكانت في وقت الفولونتاريا، وكانت يعني كانت إرادة لدى الشباب وقناعة يعني الفائدة الكبيرة لهذه الخطوة يعني كسر جماح نتاع التصحر، الزحف نتاع الرمال نحو الشمال. كان يعني عملية فيها أعطت نتائج، لكن أهملت في العشرين أو ثلاثين سنة الأخيرة، وتم يعني فيه برنامج مسطر في العام هذا للتشجير، والعملية تاع التشجير هي متواصلة في العام هذا والعام الجاي، لغرس 43 مليون شجرة. بين 2019 و 2020 تم غرس 43 مليون شجيرة، يعني هذا العام 21 فيه تشجير
نتاع 31 وهبت إلى حياة إلى حوالي في نهاية مارس 2021. سيكون التسجيل يصل التسجيل إلى 31 مليون شجرة. إذن العملية مستمرة، وأنا حبيت نذكركم بالوحدة الرئيس اللي قام بالعملية، دار عملية رهيبة يعني في هذا الميدان، وهو رئيس باكستان عمران خان، اللي كان لاعب كبير في الكريكت بإنجلترا، ثم أصبح وزير أول في باكستان. يعني قرر بناء مش مليون شجرة أو 100 مليون أو 100 ألف شجرة، غرس في بلاده 1 مليار شجرة في باكستان لمحاربة التصحر. غرس 1 مليون شجرة في بلده. إذن هذا النوع نتاع الرجال اللي نحبوهم احنا في الجزائر، وإن نتمنى يكونوا مسؤولين في الجزائر، تكون عندهم إرادة نتاع التحدي، نتاع رفع التحدي. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.